لما تعمل حاجة وحشة الشيطان مش هيقولك إنك عملت حاجة وحشة، هيحاول يقنعك إن أنت اللي وحش، بحيث تتبنى الفكرة دي عن نفسك وتبتدي تنطلق في طريق كله حاجات وحشة. فخليك أذكى من إنه يعمل فيك حركة زي دي، وفي نفس الوقت ما تتصالحش مع الحاجات الوحشة اللي أنت بتعملها. أمال أعمل إيه؟ لما تعمل حاجة وحشة لازم تقر إن أنت عملت حاجة وحشة، بس ده مش معناه خالص إن أنت وحش، أنت كويس. والدليل على كده إنك عندك نية صادقة إنك ما تكررش الموضوع ده تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ما قالش لا يلدغ المؤمن من جحر على الإطلاق. فمن الذكاء إنك تتفادى الجحر، بس لو وقعت فيه حاول ما تكررهاش.